مين من مصلحته في كل الانديه المصريه، في كل الانديه المصريه، مش هتكلم على منظومه التحكيم، ممكن يكون اي شخص ليه اهدافه، بس مين مصلحته من الانديه المصريه انه يهد التحكيم ويبقى في مؤامره على التحكيم، وانا من مصلحتي كنادي انه التحكيم يبقى في احسن حال عشان اخد حقي واخد العداله الكامله. مين من مصلحته انه يهد منظومه التحكيم؟ يعني انا مثلا راجل بشتغل في الاعلام، انا عايز اهم منظومه في الكره المصريه تبقى منظومه سليمه وجيده، هي منظومه التحكيم، عشان هي بتهدي الاجواء كلها لو المنظومه إجابة سليمه. ده مش سؤال يا كريم، دي اجابه رائعه. دي إجابة رائعة. ان احنا لازم يبقى عندنا ثقة في التحكيم عشان يبقى فيه عدالة كبيرة في التحكيم. كابتن عصام، مين هدفه هدم منظومة التحكيم؟ يا كريم، اللي بيحصل حاليا ضد التحكيم ما يحصلش في اي مكان في العالم يا كريم. تشكيك في كل شيء، انا زعلان منك كرئيس نادي ادخل التحكيم، نادي مش عارف ايه دخل التحكيم. عمر ما حد بيبص لنفسه، هو يستحق ياخد الدوري ولا لا، فرقته كويسه ولا لا. ماشي، احنا عندنا اخطاء يا سيدي، وانا بعترف ان عندنا اخطاء زينا زي كل الناس، زي الفرق اللي عندها مشاكل، زي الناس اللي ما بتطورش من فريقها، زي بعض اللاعبين في مستواهم نفس القصه. ممكن يبقى الحكم في يوم مش من مستواه، ممكن يغلط، ممكن يبقى في اخطاء. انا لن انكر ده خالص يا كريم. حتى لما قلت لي على مستوى التحكيم، قلت لك مستوى الكوره ايه؟ احنا زي نفس هذا المستوى. قلت لي في نواقص في التحكيم، قلت لك اه وبنشتغل عليها.